السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم في قناتكم بي ذا فيرست. خليك الأول، معاكم مستر هيثم التركي. أتمنى إن أنتوا تكونوا في أفضل حال، وأتمنى إن أنتوا تكونوا في أفضل صحة وبخير. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة طبعا شهر رمضان، ربنا يعيد علينا الأيام كلها بخير وفي صحة وبسعادة. أتمنى إن احنا نكتر من الدعاء في الفترة اللي جاية دي، لأنها طبعا أيام مفترجة عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال ويرفع البلاء عن مصر وعن العالم كله أجمعين، عشان نرجع بإذن الله تعالى لحياتنا الطبيعية بدل فترة الحظر اللي احنا مقضينا في البيت ديت واللي تعبتنا كلنا يعني. احنا طبعا ماشيين مع بعض واحدة واحدة في المشروع البحثي، وشرحنا كل أجزائه وشرحنا كل الحاجات بتاعته وكل ما يخص المشروع البحثي، وخدنا كمان ازاي نجيب الكود بتاعنا، كود الطالب والكود من المدرسة، وازاي نسجل في المنصة بتاعت ادمودو. وكل الحاجات دي طبعا موجودة على القناة بتاعتكم بيتا فيرست خليك الأول على اليوتيوب، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها عشان خاطر تبداوا ان انتوا تدخلوا فيها وتسجلوا تسجيل اعجاب بيها، علشان خاطر باذن الله تعالى اي حاجه جديده توصل لكم على طول. طيب يا مستر، احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ احنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا النهارده. ايه هي؟ ان احنا ممكن بعد ما نعمل البحث بتاعنا يترفض. يترفض؟ ايوه يا مستر، بعد المجهود ده كله يا مستر البحث بتاعنا ممكن يترفض؟ ممكن ان هو يترفض. ليه؟ قال لي لان في شروط وفي معايير وزاره التربيه والتعليم حطتها لنا علشان خاطر نمشي عليها، عشان باذن الله تعالى البحث بتاعنا ما يترفضش بعد ما نكون عملنا مجهود كبير. طيب ايه يا مستر المعايير دي وايه الشروط دي؟ طبعا وزاره التربيه والتعليم حددت 7 شروط علشان خاطر البحث بتاعنا يتقبل. اول شرط واهم شرط، وده اللي انا للاسف شديد لقيت ناس كتير جدا واقعه فيه وعامله فيه مشكله، ان ناس كتير جدا بتختار بتاخد العنوان الاساسي اللي منزلاه وزاره التربيه والتعليم وتحطه ده هو ده عنوان البحث. يعني ايه يا مستر؟ انا مش فاهم. يعني مثلا البحث بيتكلم عن السياحه، المشروع مثلا بيتكلم عن السياحه، يقوم الطالب كده كاتب لي في عنوان البحث او عنوان الموضوع السياحه. بحث بيتكلم عن الطاقه، يقوم الطالب كاتب لي الطاقه. بحث بيتكلم عن البيئه، الطالب يكتب لي البيئه. كل الكلام ده مش مظبوط. يعني ايه يا مستر؟ ليه المفروض اعمل ايه؟ قال لي اول شرط واهم شرط ان انا لازم اختار عنوان جذاب للموضوع بتاعي اللي انا بعرضه او للمشروع بتاعي اللي انا بعرضه. يعني ايه يا مستر موضوع جذاب؟ يعني افترض مثلا انا بتكلم عن السياحه، ما ينفعش ان اكتب السياحه كده واسكت، لا انا ممكن مثلا اكتب مقومات السياحه، ممكن ان انا اكتب السياحه والدخل القومي، ممكن ان انا اكتب السياحه واثرها على توفير فرص عمل. تمام؟ مثلا بتكلم عن الميه، لازم اكتب مثلا عنوان جذاب للميه، مثلا الماء هو الحياه، لان طبعا احنا عارفين بدون ميه مفيش حياه، مثلا اكتب مسؤولياتنا تجاه الماء. طب انا بتكلم عن البيئه، اكتب البيئه والمجتمع، البيئه والسكان، البيئه والتكنولوجيا، الزياده السكانيه مثلا واثرها على الامن الغذائي. لازم كل موضوع، ما ينفعش ناخد كده الموضوع اللي كان موجود واكتبه هو على طول عنوان البحث، ده غلط. ودي ناس كتير للاسف الشديد كانت غلطانه في الموضوع ده. فعايزين نفرق ما بين عنوان البحث اللي هو مديه لنا او عنوان المشروع والموضوع اللي انا بتكلم فيه، لازم يكون فيه عنوان جذاب اقدر ان انا اكتبه. طب تاني حاجة عندنا، ان احنا لازم نعرض البحث بتاعنا بطريقة منظمة. يعني ايه؟ طبعا احنا وزارة التربية والتعليم حطلنا قالب نشتغل عليه، كل بحث ليه قالب معين بنشتغل عليه. ما ينفعش ان انا اجيب ورقة فوسكاب كده واكتبه، ده ما ينفعش خالص، لازم يكون في القالب بتاع الوزارة، والقالب بتاع الوزارة متنظم. اول حاجة عندي العنوان، تاني حاجة عندي بحط الكود بتاع الطالب اللي احنا خدناه بالرقم القومي لو تفتكروا، بعد كده ببدأ اعمل مقدمة كده للموضوع بتاعي. تاني حاجة بعد كده أو رابع حاجة إن أنا بعمل الموضوع بتاعي بقى العناصر بتاعتي، وأبدأ بقى العناصر أكتبها إزاي، مش زي موضوع التعبير كده كله تحت بعضه، لا ده أنا أكتب مثلا عنصر، مثلا أكني باخد خط كده وأبدأ أكتب 5 6 سطور تحتيه، أخد مثلا عنصر كمان وأكتب 5 6 سطور تحتيه، وهكذا وهكذا. عندي صورة أحطها أو عندي رسم بياني أحطه، عندي مخطط أحطه. يبقى لازم يكون الشكل العام كده اللي انا بقدم بيه البحث بيكون بطريقه منظمه، سواء انت كتبته على الكمبيوتر، سواء انت كتبته بخط ايدك، لازم يكون البحث بتاعك منظم. يبقى دي تاني حاجه، يبقى اول حاجه عنوان الجذاب، تاني حاجه ان احنا نعرض بطريقه ايه؟ منظمه. طب تالت حاجه لازم نخلي بالنا منها، ان احنا نراعي عدد الكلمات المحدده.
بمعنى طبعا كل مرحلة دراسية لها عدد معين من الكلمات، سواء في المقدمة اللي هي الملخص، أو في الموضوع بتاع البحث، أو حتى في استخدام اللغة الإنجليزية في البحث بتاعنا. فبالتالي لازم أراعي الكلمات دي. تقول لي يا مستر يعني أنا أزود ولا أنقص؟ هو أصلا مديلك رينج معين بتشتغل عليه. يعني مثلا يقول لك البحث من 700 ل 800 كلمة، يعني من 700 ل 800 كلمة دول يعني لا تقل عن 700 ولا تزيد عن 800، يعني أنت عندك حوالي 100 كلمة تقدر إن أنت تلعب فيه. طب انا يا مستر ممكن اقل عن ال 700؟ ممكن، بس ما تقلش جامد، يعني ما تلاقيش ما الاقيش عم نقول 500 كلمه و600 كلمه وتقول انا عملت البحث. لا، لو قلنا نقل في حدود بسيطه، ولو زودنا بنزود في حدود بسيطه. نفس الكلام لو اللغه الانجليزيه، برضو اراعي من عدد الكلمات اللي مطلوبه لكل مرحله دراسيه ولكل بحث من اللي موجود. ايه كمان برضو لازم ان انا احط المفاهيم اللي انا اتعلمتها اثناء السنة الدراسية من جميع المواد الدراسية اللي تناسب البحث. بمعنى نفترض ان عندي مثلا بعمل بحث عن الطاقة، طب اجي ادور على مفهوم الطاقة واحطه في البحث بتاعي، اتكلم عن مفهوم مثلا مثلا مصادر الطاقة، يعني ايه مصادر الطاقة وانواع، واحطه في البحث بتاعي، سواء بقى اخدته من كتاب علوم، سواء اخدته من كتاب الرياضيات، سواء اخدته من كتاب دراسات، كتاب عربي. المهم لو البحث بتاعك فيه مفاهيم لازم تستخدم المفاهيم دي من كتاب المدرسة او من اي موقع انت جبته. طب ايه كمان لازم ان احنا نستعرض ونعمل كل المحاور بتاعه البحث. محاور يعني ايه يا مستر؟ محاور يعني العناصر، كل عنصر موجود في البحث لازم ان انا اتكلم عنه، سطرين ثلاثة اربعة ايا كان. المهم ان انا عندي اربع مثلا عناصر لازم اتكلم في الاربع عناصر. طب يا مستر انا ممكن ازود عنهم؟ ماشي، زود عنصر، زود اتنين، مش مشكلة، بس أهم حاجة إن أنت تلتزم بالعناصر اللي هو مديلها. ناس كتيرة جدا بلاقيهم عاملين لي إيه؟ يقول لي يا مستر ماشي ده بحث عن البيئة في أربع عناصر، خلاص يا مستر أنا هعمل أربع عناصر غير اللي موجودين هنا. ده آسف، ما ينفعش. لازم أولا تلتزم بالعناصر اللي هو قايلها لك، وتبدأ بعد كده عايز تزود زود في حدود بسيطة، ولو ما زودتش ده الأفضل. خلاص عملت، هو طالب منك أربع عناصر، أنت عملت الأربع عناصر، حاطط لك بقى رسم بياني تعمله، حاطط لك مخطط تعمله. لازم تراعي الحاجات دي كلها عشان البحث بتاعك يكون مظبوط. طب في حاجه كمان يا مستر؟ طبعا ان احنا نراعي الاخطاء الاملائيه ونراعي الاخطاء اللغويه والنحويه. ما ينفعش ان احنا مثلا حاجه منصوبه احنا نرفعها، حاجه مرفوعه احنا ننصبها، الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها. وعلامات الترقيم سواء في اللغه الانجليزيه او في اللغه العربيه، الحاجات دي كلها لازم نراعيها. وهتلاقونا في الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك حاطين ورق كده مكتوب بالكمبيوتر ازاي تعمل علامات الترقيم دي، خصوصا لو انت قاعد على لابتوب مثلا او معاك موبايل وعايز تعمل بقى الضمه يا مستر عاملها ازاي، الشد عاملها ازاي، الكسر عاملها ازاي. الحاجات دي كلها علامات الترقيم دي كلها هتلاقوها موجوده عندنا في صفحتنا على الفيسبوك. طيب ايه كمان؟ طبعا نخلي بالنا كويس جدا 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 ان البحث بتاعنا ما يبقاش متكرر. يعني ما ينفعش ان انا اخد بحث من موجود على النت او اخد بحث من زميلي وابدا ان انا اكتبه بالظبط زي ما هو واقدمه، ده هيكون مرفوض تماما. واظن وزير التربيه والتعليم اكد على النقطه دي وكتبها اكتر من مره واتكلم عليها اكتر من مره، ان دي حاجه من خلالها هيتم رفض البحث. طب يا مستر انا قدامي ابحاث كتيره موجوده على النت، وانتوا يا مستر عندكم في القناه وعلى اليوتيوب قنوات كتيره عملت حاجات ايه، ابحاث وافكار. قول لي الحاجات اللي اتعملت دي حاجات استرشادية، يعني بنحاول ان احنا نوصل لك الفكرة بتاعت البحث تشتغل عليها ازاي، انما دي مش حاجة ما ينفعش ان انت تاخدها كده زي ما هي وتبدأ ان انت تكتبها، ده مستحيل، ما ينفعش. حاول ان انت تغير، حتى لو انت خدت حاجة حاول ان انت تغير فيها. كده نكون غطينا السبع محاور الأساسية أو السبع معايير الأساسية اللي وزارة التربية والتعليم نزلتهم علشان خاطر البحث بتاعنا يكون مقبول. واللي أنا هعيدهم كده على السريع زي ما أنتم شايفينهم كده مكتوبين عندكم على الشاشة، إن إحنا عندنا أول حاجة نختار عنوان جذاب، دي أول حاجة. تاني حاجة إن إحنا نبدأ نعمل العنوان بتاعنا أو المواضيع بتاعنا يكون في شكل منظم.
تالت حاجة إن إحنا بنبدأ نحط معايير أو بنحط المفاهيم اللي إحنا استخدمناها، ورابع حاجة إن إحنا نبدأ نلتزم بعدد الكلمات المحددة، وطبعا خامس حاجة وطبعا إن إحنا لازم نراعي الأخطاء الإملائية والنحوية اللي مكتوبة اللي بتكون موجودة ممكن إن إحنا نقع فيها، وعلامات الترقيم. طبعا الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها. سادس حاجة إن إحنا لازم نلتزم بعدد الكلمات المحددة. سابع حاجة إن إحنا ما نكررش أي بحث يكون مكتوب قبل كده على الإنترنت أو في أي مكان. قبل ما أختم بحب أشكر كل الناس اللي بتعمل لايكات وشير للفيديوهات بتاعتنا. نتمنى إن إحنا نشوفكم على خير بإذن الله تعالى. أنتوا بتفاعلكم بتخلونا إن إحنا نستمر ونحاول إن إحنا نقدم لكم كل ما في وسعنا علشان خاطر بإذن الله تعالى تقدموا مشروع بحثي يكون تمام بإذن الله ويكون مقبول بإذن الله تعالى، تطلعوا للسنة الدراسية الجديدة. ما تنسوش أي حاجة مكتوبة أو أي فيديوهات قديمة خاصة بالبحث اتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة. انت معاك وقتك لغاية ما الوزير التربية والتعليم يعلن ازاي هترفع البحث بتاعك على المنصة اللي هو هيعلنه يوم 1/5. هيقول بقى اذا كنا هنرفعه على المنصة او هنسلمه بخط ورقي يعني او على فلاشة للمدرسة. كل الحاجات دي كلها ان شاء الله يوم 1/5 الوزير لما يطلع يتكلم فيها، وهتلاقونا برضو ان شاء الله موجودين معاكم. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوصل لكم كل جديد. ما ننساش نعمل لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتنا. اي سؤال يقف قصادكم على طول اكتبوا لي في كومنت وانا هدخل بنفسي اجاوب لكم عليه. كان معاكم مستر هيثم التركي من قناة بي ذا فيرست، خليك الاول. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.